فأنكم ساكنة مارينيين الكل يهتي ويغير منكم بوجود برلمانية من طينة الكبار ابنة الشعب. سي محمد حجيرة سي الدور الأساسي جميعا شكرا لكم على هذا التواصل القيم الذي تقومون به بجهة فاس مكناس ومدينة مكناس بصفة مدينة فاس بصفة عامة. المجديدة لأنها اليوم سمعناها شي معلومات كتكون في السيت حنا ما كنعرفوهاش هو اللي ما كنعرفوهاش لأن شي تطلب واحد النقطة اللي اقتربتي هي أن هذا المسيح ديال التسجيل الاجتماعي خص يكون عنده تكوين وتكوين لأن ما فاهميش السيت لأن الناس التوحيد ما فاهمين المواطن. دابا شنو المشكل عندنا دابا شو واقع؟ انا بنتي العام اللي دازت عندها البكالوريا ودازت واحد الحاله صحيه حرجه راه قلتي امل الله دور 10 هي الاحداث ديالها وهذا العام ضاعت. خديجه حجوبي يعقوبي اليوم كما كتشوفوا ان حزب الاصاله والمعاصره بدا اللقاءات ديالو التواصليه مع الساكنه ومع المواطنات والمواطنين على الدعم الاجتماعي على الدعم المباشر على الدعم ديال السكن. اليوم كيف ما شتي وان الحمد لله كان لقاء متميز اللي قدروا فيه الشباب ديالنا يعطيو وعود ويقولوا بان المقرات ديالنا تفتح بالشباب والبيسيات ديالهم يقدروا يساعدوا المواطنين. كاين عدة مشاكل في التسجيل بالنسبة للتدقيق في المعلومات ولكن شتيو في الثالث شهر أن الوكالات كلهم كان فيهم ازدحام كبير من طرف الساكنة يعني هذا المؤشر هو مؤشر مزيان أن الناس بداوا ياخذوا الدعم ديالهم. كذلك في السرود الدكاترة والمختصين والخبراء اللي كانوا اليوم على الدعم المباشر للنساء اللي الحاضنات الأطفال ديالهم كذلك الشباب المسنين كذلك هضرنا وتكلمنا اليوم على الأطفال المهملين الأطفال اللي هما يعني في المراكز الرعاية الاجتماعية واللي اليوم غيكون لهم واحد الدعم مباشر اللي غيبقى كيتجمع لهم حتى يديروا 18 عام هذا الشيء ما عمره كان الحمد لله احنا فرحانين بزاف. كذلك أن الدعم المباشر يعني والحماية الاجتماعية ورش ملكي اللي الحمد لله تنزل الأرض الواقع وما عمرنا كنا كنحلموا ان الحمايه الاجتماعيه غتكون للجميع. الان الفقير والغني بحال بحال بجوجهم غيكونوا ناعسين في منصه واحده كيتشافوا في منصه واحده وكنتمناو للمغرب والمدينة فاس الازدهار والتقدم وحنا ان شاء الله رحنا موجودين باش نهبطوا اللقاءات في المدينة فاس وفي الاقاليم ان شاء الله بجهة ديالنا الحبيبة. سيكون لنا لقاء قريب ان شاء الله لنقول الحقائق كما هي لكن نبقى دائما ايجابيين مع كل الفاعلين السياسيين والنقابات والمجتمع المدني والساكنة اولا واخرا ومستعدين لأن واضحة الأمور عندنا ما كاينش شي حاجة اللي فيها غموض واضحين منتخبينا مناضلينا مناضلاتنا عندهم إرادة ورغبة يشتغلوا مع الآخر ويتعاونوا من أجل المساهمة في الحفاظ على المكتسبات والنضال من أجل مزيد. محمد حجيرة طبعا الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة على مستوى جهة فاس مكناس في اطار الانشطه التي ينظمها الحزب على مستوى جهه فاس مكناس اليوم كان عندنا لقاء بنكهه خاصه يتعلق بالحمايه الاجتماعيه يعني اساس او درع من الادرع الاساسيه لبناء الدوله الاجتماعيه
طبعا رفقة برلماني الحزب، كانت معنا حاضرة الأخت الحجوبي رئيسة المجلس الجهوي للحزب، وكذلك مجموعة من الكفاءات اللي نشطوا هذه الندوة العلمية. كما كتعرفوا جميع بأن جلالة الملك في هذا الورش الهام ديال الدولة الاجتماعية وديال الحماية الاجتماعية في خطابته أكد ما من مرتين على تنزيل هذا الورش المجتمعي الهام اللي كانت شريحة مجتمعية تنتظره، وجاء في وقته. طبعا هذا الورش محدد في الزمان بحيث أنه التنزيل دياله الآن الفعلي بدأ نهاية شهر دجنبر من سنة 2023. توصل مجموعة من الأسر المغربية المستحقة والتي قدمت طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، يعني هذا التعويض التي تستحقه. كان آخر حد أو حد أدنى هو 500 درهم ويمكن يوصل حتى 1150 درهم. أيضا من بين المشاريع الأهم ما هو المشروع المتعلق بدعم السكن، هذا المشروع الملكي الهام المتعلق بتوفير السكن اللائق لكل المغاربة الذين يستحقونه. طبعا لأول مرة انقلبت فيه المعادلة من دعم العرض إلى دعم الطلب، بحيث أنه هذا البرنامج لكل المغاربة الحق أن يتقدموا للاستفادة منه. كيوصل طبعا الدعم كما كتعرفوا جميع 10 مليون ديال السنتيم بالنسبة للمنازل ولا السكن اللي ما كيتجاوزش 30 مليون سنتيم، وكيوصل 7 مليون ديال السنتيم بالنسبة للسكن اللي ما بين 30 مليون و 70 مليون. وبالتالي الهدف منه هو دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتوفير السكن. أيضا هذه الدولة الاجتماعية المراحل الأولى ديالها هو الشق المتعلق بالصحة، بحيث أن بلادنا مجموعة من المشاريع المتعلقة بالصحة في الشق المتعلق بالترسانة التشريعية. بلادنا الآن خلال هذه السنة والسنة الماضية بدأت التنزيل الفعلي ديال الورش المتعلق بالترسانة التشريعية من أجل منظومة صحية تضمن يعني العلاج والاستشفاء لكل المغاربة بسلاسة في هذه المستشفيات العمومية. طبعا أيضا الشق الآخر المتعلق بالتعليم، وكتعرفوا كاين أزمة حقيقية الآن في التعليم، ولكن اللي كاين هو الإنصات والتجاوب مع الانتظارات طبعا بالتفاوت في إطار التقديرات. لكن اللي مهم هو أن الميزانية العامة للدولة فيها ما يزيد على 28% من الميزانية مخصصة للتعليم فقط، التربية الوطنية والتعليم والرياضة، التعليم الأولي والرياضة. أيضا الصحة ارتفعت في الميزانية ديال 24 ب 3.5 ديال المليار ديال الدرهم، وهذا كيدل على أن الدولة ديالنا بقيادة جلالة الملك والبرامج اللي كتقوم بها الحكومة لا في إطار البرنامج الحكومي ولا في إطار القطاعات الحكومية المعنية بالتنزيل ديال الدعم، أننا خرجنا من التشتت ديال البرامج الاجتماعية اللي كانت كيتجاوز العدد ديالها 120 برنامج اجتماعي، ولكن كان كيستفد منه اللي ما كيستحقوش. الآن بمنطق السجل الاجتماعي الموحد، بمنطق المنصة اللي كنتقدموا منها الطلب ديال الدعم الاجتماعي، اللي كيستحق شي حاجة عادي ياخذها بدون منة من أي أحد، لأن هذا مشروع ملكي والحكومة كتنزلوا بنوع من الاحترافية، بنوع من استعمال التكنولوجيا الحديثة والرقمنة باش ما يكونش الوسائط وما تكونش الزبونية وما تكونش المحسوبية في هذه البرامج كما كانت في فترة سابقة. ولكن المهم هو أنه نبني على التراكم في إطار المغرب اللي كيربح التحديات الاقتصادية، واللي المسألة الاجتماعية واخدها بالجدية اللازمة من أعلى مستوى إلى في الدولة إلى كل المؤسسات اللي ديال الحكومة واللي تبع الحكومة، باش هالمعضلة الاجتماعية نتغلبوا عليها ونتغلبوا على الفقر ونتغلبوا على الهشاشة ونتغلبوا على الإقصاء الاجتماعي، ونمشيوا المدن دامجة لأبنائها وبناتها، ضامنة للشغل اللائق، ضامنة للحركة، ضامنة للنقل والتنقل، ضامنة للتدريس وللصحة لكل المغربيات والمغاربة. وبالتالي كنعتبروا في هذه السلسلة ديال اللقاءات اللي كيعقدوها الأصالة والمعاصرة على مستوى جهة فاس مكناس، من بعد ما عقدنا الجمع العام للمؤتمر الوطني وانتدبنا المؤتمرين، الآن احنا منعكفين على اتصالات والتواصل يعني الأسبوعي في كل الدوائر ديال المكونة لجهة فاس مكناس، وانطلقنا طبعا من مدينة فاس، وسنعمم هذه اللقاءات التواصلية على مستوى كل أقاليم الجهة، بمعنى نحن معكم وستجدوننا دائما بجانب المواطنات والمواطنين اللي تقوا فينا وحتى التي يريدون أن يسائلوننا
أو يحاججوننا أو ينتقدوننا، فنحن هنا من أجل الاستماع إليهم، من أجل الإنصات إليهم، ومن أجل رفع كل طلباتهم وانتظاراتهم إلى الحكومة على مستوى البرلمان في الجلسات الأسبوعية أو في اللجان.